ألين سنايير هي شخصية سرية في ستريت فايتر أكس، مقاتل كاراتيه أمريكي يكرس حياته للتدريب المكثف للغاية. يحب ألين الاستمتاع بالنصر في المعركة، يعتزم بجدية السفر في جميع أنحاء العالم، وتعلم كل شيء وأن يصبح الأقوى. كان ألين هو المنافس المفضل في البطولة الأمريكية للدفاع عن النفس، لكنه خسر في مباراته الأولى أمام كيني الذي لم يكن معروفا في ذلك الوقت، والذي أخبر ألين أنه لا يزال ضفدعا في بئر، مثل مشابه لقول سمكة كبيرة في بركة صغيرة. محفزا بكلمات كين، يجدد ألين تدريباته ويطور تقنيات جديدة، كما يسافر حول العالم لإثبات أنه لفضله.